كشف السماء رأيته فأبعى من القمر المنير وأحسن قمر إذا كشف السماء رأيته فأبعى من القمر المنير وأحسن شكيت لي بالبدر قال ظننتني قمر إذا كشف اللسان ورأيته فأبهى من القمر المنير وأحسن شكيته بالبدر قال ظلمتني جمال الحبيب حبيبي لما بان قمر إذا كشف اللسان رأيته قمر إذا كشف اللسان رأيته فأبهى من القمر المنير المنير وأحسن شبهته بالبدر سبحان ظننتني شبهته بالبدر سبحان ظننتني واصفي بالله سد ظلم بينا واصفي بالله سد ظلم بينا سالك سالك عمي ابو سالك
سالم يا احمد سيدي سالم يا احمد سباتي يا مسلم سباتي يا مسلم انت العريب انت الحبيب انت الحبيب يا سادة يا ولد يا سيدي زراني يا سيدي انت عطوي اليقين والحب 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 يا ابا العالم ابا العالم زر العمي يرجع يا ابا العالم يا ابا العالم زر العمي يرجع يا ابا شهاب الدين يا ابا شهاب الدين يا ابا العالم شهاد الدين احمد يا شهاد الدين يا ابا العلماء يا ابا العلماء يا ابا العلماء يا صاحب العلماء يا قديم يا قديم يا قديم الطريق يا عم دليل التحقيق عن سيف الطريق يا عمي يا بلالنا يا عمي يا بلالنا يا عمي ارفع يا عمي ارفع يا عمي ارفع يا عمي ارفع يا بلالنا يا بلالنا نادي يا شهاد الدين نادي يا شهاد الدين نادي يا شهاد الدين يا دليل الدليل يا بحر يا بحار يا عالم التسبار يا بحر يا بحار يا عالم التسبار باليد المختار تقبل يا بالمختار انا اول العالم شيخ العرب اولاد شيخ العرب السيد احمد الزرع وحداد يا رب عودة بركة خليك حنين خليك حنين اهم شيء الحنان قول من غير حنان ما بقاش قول اهل البيت عودونا وعلمونا على كده وقالولنا مفيش بعد الحنان حاجه في الدنيا دي الدنيا مرشولة واحنا عليها رسالة وعايشين بعمرنا نقضي الأمانة ولو انتهى عمرنا نروح لصاحب الأمانة ألو ألو يا حبيب الحب ألو خلي بالك الحب قاعدة أساسية الحب معاني دولية الحب مدرسة وكلية بس التلامذة فين عودا يا عويل مش احطى عودا مش واخدك تولادك عودا واخوة ابراهيم ابو حماده الاطفال خليك حنين يا شيخ محمد خليك حنين يا غالي والساحه ساحه سيدي علي البيومي شاويش الاربعه
يا ربنا يبارك يا رب يبارك أوقات يا رب العيد يبارك I'm gonna make you mine.
يميني وشيخك مين يا بشال والطاقية انت مين وعمك مين كل ما ترد عليا انت مين وشيخك مين يا بشال والطاقية انا شيخ يا بن علمين شيخ الطريقة الرفاعية انت مين وعمك مين قول لي يا ضيع ميا انت مين وشيخك مين قول لي ما ترد عليا انا شيخ شيخ العارة شيخ الطريقة الاحمدية انت مين وعمك مين انت مين وشيخك مين قولي قولي يا بي العين انا شيخ الجيلاني شيخ الطريقة القبرية انت مين وعمك مين قولي ما ترد عليا انت مين وشيخك مين قولي يا ضيع ميا انا شيخ سيد ابراهيم شيخ الطريقة البرهانية شيخ بشت العمارة شيخ الطريقة البيومية انت مين وعمك مين قولي قولي يا بني لعين قولي قولي انت مين انت مين وشيخك مين انا شيخ الكبائر شيخ الطريقة السعدية ينكتب وتعالى شوف شوف الحب على المكشوف ينكتب وتعالى شوف شوف الحب على المكشوف تلقاهم صفوف صفوف دول السادة الهاشمية الشيخ رضا ابو عاصم سيد عبد العاصم قاعد بكبير الستات وياك سيد عبد العاصم يا رب عودك يا رب وكل سنه طيب كذب وتعالى وشوف شوف الحال على المكشوف كذب وتعالى شوف شوف الحب على المكشوف تلقاهم صفوف صفوف دول السادة البيومية يا
ينحل ياهم يا جاي للقاه بلاش القاه طول. لو كانت كل قاه بتشوي الكل جايلها لدم عيش اقول اه وعيش العمر جايلها بين المسا والصباح يا ابو حماده ربك يعدلها. واحنا لسه عايزين نتروح شباب يا شباب صل على النبي ارجعوا بس ورا شويه عشان خاطر الذكر الصلاه على دماغي على دماغي انتوا على راسي من فوق اخونا السيد مرتاش ربنا يهديه يا رب يا يا جرحاهم يا يا مداوياهم يا ينضحكاهم يا ينبكياهم يا مريد على الباب يا ابو عامر عمال يقول أنينو عليه والغرم سوى وعمال ينادي يا سيدنا الحسين والست اللي جاي جايبه في دايرة الحال يا بدوي بحضورها هي عين أتاريها في سجلها ست الرئيسة سبتة سيدنا الحسين سيدنا الحسين عمال ينادي يا مولانا
الست اللي جاي في دايرة الأنس يا با يا ابو ابراهيم بالمعاني حضره اتري ام العواجس في دفتر هذه سمته الاخ اللي معاه السيجاره الاخ اللي معاه السيجاره لو سمحت الاخ اللي معاه السيجاره لو سمحت يقعد على المجلس بعد اذنك اتفضل لو سمحت ده مجلس ذكر يا حبيبي مش مجلس تهريج مجلس ذكر يا حبيبي كان كن
بيعين شرقة ويريكن والحال ده وده على باب الرئيسة قامت الرئيسة خطفة الفتحة لسيدي عبد العزيز الحجازي وسيدي ابراهيم الدسوقي الحاجة ام وائل بنت سيدي ابراهيم الدسوقي واخويا عمرو اخويا ابراهيم العفاص بيمسوا صباعها لعبد السيد ابو شحنة والحاجة ابو شحنة اخويا سعيد ابو شنب واخويا محمود ابو شنب واخويا عبد المنعم واخويا حسام لذة الحب في طلاق المحب لمن أحب لذة الحب في طلاق المحب لمن أحب اللي بيحب سيدنا الحسين سيدنا الحسين مش هيتخلى عنه أبدا واللي بيحب الست دايما بحنانها بتراعيه والمحسوب منسوب ولو كان كله عيوب الفواتان فيكم يا اهل البيت لان احنا عليكم محسوبين وجدكم عنده علم كده فما تفرغتوش في احبابكم سيدنا الحسين نفحنا كلنا وروحنا لعيالنا واهالينا مبسوطين ابو زين العابدين قول وانا قول عشان المحبه تكون في قلوبنا على طول وانا ابويا ابو عامر بالعرض بالطول واللي بيحب سيدنا الحسين بيحب سيدنا الحسين كده وخلاص مش لازم يشوف اللي عليه الاول ويعمله سيدنا الحسين مش هيتقبلك ولا هيستقبلك الا لما تقضي الشروط اللي عليك الاول مش كده ولا ايه ايها المريض والله اعراضك منك ايها المريض والله ان اعراضك منك لو اردناك لجعلنا كل ما فيك يردنا سيدنا الحسين شوف الاول سيدنا الحسين عايز منك ايه وتعمله مش هتدخل على سيدنا الحسين كده بالساهل لا نفذ الشروط قبله وشروط السادة القادة والعزة بزيادة اسياد لآل البيت اول امر حسن الخلق اول امر حسن الخلق يعني الادب لازم أن تكون مؤدب وانت داخل على سيدنا الحسين مش كده ولا ايه تاني امر تكون مخلص
في عهدك بعمك، تكون مخلص في عهدك بعمك، يعني نوافي عشان يقولوا عليك الأمارة ده الولد نوافي، نوافي العهدهم فقتلهم. طب قتلهم من مين؟ لوحده كده؟ لا مش سايبة، لازم يرجع لعمه الأول، لازم يرجع لعمه الأول. يعني انت عمك جد ابو عامر، لازم ترجع لجد ابو عامر الاول، هو اللي يوصلك لسيدنا الحسين، يعمل لك طلب اذن، يعمل لك طلب اذن. مش انت اللي بتتكلم في سيدنا الحسين واللي بيحب سيدنا الحسين؟ فانا بعرفك، انا بقول لك اهو، انا بقول لك تخش على سيدنا الحسين ازاي وتروح له ازاي. ثالث أمر هو الحس، الحس بالندى، لما ينادي لك الولي تحس بالندى فتلبي الندى، لما تحس بندى الولي إليك تلبي الندى. ليه؟ يوصلك لسيدنا الحسين، لأن لا يزار الولي إلا بأمره، لا يزار الولي إلا بأمره. طب لو الولي مش عايزك هتزوره؟ هتزوره. عاش ويجي حيكم يا سيدنا الحسين، خدوه على قده ويسلموه الورد، يقعد يدلالتي ورده ساعة يقول يا سيدنا الحسين، يلقى سيدنا الحسين حيكم.